السلام عليكم طلابنا الأعزاء، أنا دكتور حسنين تدريسي في جامعة البنا وكلية التقنية والتحليلات المرضية. اليوم عندنا المحاضرة السادسة عن الفيروسات ضمن موضوعات التقنية والتحليلات المرضية. اليوم راح ناخذ قائلة دكتور ميكسو فيردي والفارا ميكسو فيردي. طبعا هذه العائلة ضمن عدد من الفيروسات اللي تكون واسعة الانتشار وتسبب عدة أمراض للإنسان. أول عائلة ناخذها اللي هي الأورثوميكسوفيريدي. كاركترستكس أوف أورثوميكسوفيريدي هي بيها only members of this family are influenza. إذا عائلة هذه هي العفو species of this family أورثوميكسوفيريدي هي الفيروسات إنفلونزا فيروس A وال B وال C. انفلوب فيريونت اللي عباره عن شنو؟ عباره عن فيروسات مغلفه ار ان اي سيجمنتد جينومز نيجاتيف سيلز. نيجاتيف سيلز ار ان اي جينومز. اذا الصفات الرئيسيه هي عباره عن انفلونزا فيروس الاي والبي والسي، وهي عباره عن فيروسات مغلفه يكون الجينومز مالتها هو الار ان اي نيجاتيف سيجمنتد. دائما نسأل، احنا نقول كل سنة سنة انفلونزا، وكل سنة كل شخص بينا معاه انفلونزا، واكو عدد من الاشخاص كل سنة هم يصابون بالانفلونزا، شنو السبب؟ وليش ماكو فاكسين معين ممكن انه ياخذ الشخص على مود يصير مدى الحياة ما يصاب بالانفلونزا؟ هو نتيجة الجينيتيك انستابيليتي ريسبونسبل فور انيوال ابيديميك. Annual renewal infections due to the antigenic shaft and antigenic drops. الشافت والدراب، الدراب تغيير بسيط، الشافت هو التغيير العالي. عبارة هي نتيجة التغييرات الجينية بالستركتر الخارجي للفيروس اللي هو يتجدد سنويا نتيجة الطفرات. وبالتالي الانتيجينيك شافت والانتيجينيك دراب هي مسؤولة عن تغيير الانتيجينيك ستركترز اوف ذا انفلوب اوف ذا فيروس، واللي كل سنة من يسبب الإصابة يدخل كأنما فيروس جديد إلى داخل جسم الإنسان. هاي العائلة قلنا عائلتين فاميليز متقاربة اللي هي أورثوميكسوفيريدي والفارانكسوفيريدي. مواصفات عامة تبين هذا الجدول. أول شيء الأورثوميكسوفيريدي مثل ما أخذناها هي الـ A, B, C. الفارانكسوفيريدي هي الميزلز والمامز والآر جي في آند فارا إنفلونزا فيروس. اثنيناتهم نيجاتيف سيلز ار ان اي، بس الاورثوميكسو هي سيجمنتد، الباراميكسو هي نون سيجمنتد. بوليمريز اثنيناتهم مثلون على الار ان اي بوليمريز، الكابسل اثنيناتهم هيليكال، الانفلوب اثنيناتهم موجوده، واختلاف بحجم الفيروسات ما بين الاورثوميكسو فيردي والباراميكسو فيردي يكون الباراميكسو فيردي هي اكبر من الاورثوميكسو فيردي. اثنيناتهم محتوين على الهيماجلوتينين والنوراميدينيز on the spice. السبايس هي عبارة عن projections من الغلاف الخارجي للفيروس. الهيماجلوتينيز والنوراميدينيز on the same spice. gain cells formations ما تكون gain cell formations، هاي تكون gain cells formations. نجي على الانفلونزا فيروس. تعتبر الانفلونزا فيروس من أكثر الفيروسات الشائعة اللي تصيب الجهاز التنفسي وتسبب أعداد قتل كبيرة، وخاصة الفيروسات السيجاستروفسي تكون دائما تتك لأكبر عدد لسهولة انتقالها. سهولة انتقالها حيث تنتقل هذه الفيروسات عن طريق الإيريزول. الإيريزول اللي هو يعتز من هذا قلنا نتيجة للاختلافات الجينية الجينيتيك ريستورمنت، لذلك مو بسهولة نقدر نلقى فاكسين خاص. ممكن اكو فاكسينات تطلع لسنه معينه، يعني يقول لك هذا علاج انفلونزا لقاح انفلونزا لمده سنه فقط، ما يقدر يضمن لك اياها للسنه الثانيه نتيجه التغيرات الجينيه المستمره اللي بالنسبه للانفلونزا فايروس. التايب اي هاي فاريبل انتيجينيتك ار ريسبونسبل فور موست كيسز اوف ابيديميك انفلونزا. من اكثر انواع فتكن هو الانفلونزا اي. البي اقل من عنده، والسي ما يسبب اي تغييرات جينيه، وبالتالي تكون الاصابات مالته مايلد وتكون قليله. المهم بالانفلونزا فيروس الستركتشرز مالته،
الستركتورز مال الفيروس اول شيء هو يكون الهيماجلوبين اللي هو عباره عن شنو انزيم موجود على سطح الخليه عفوا الفيروس وليس خليه موجود على سطح الفيروس على الغلاف الخارجي وظيفه الهيماجلوبين هو التاسمنت يعني هو شنو هو التاسمنت وين ينتفق ينتفق بالإبيثيال سيلز سيرفيس ريسبتورز عند هوست راح يصير وظيفته إضافة للأتاتمنت to promote the fusion of the envelope to the cell membrane يساعد على شنو على دخول الفيروس إلى داخل الخلية المستهدفة. هيماجلوتينينز human chicken and pigs RBC يقوم بعملية تلازم للكريات الدم الحمر لكل من الإنسان والدجاج والجينيا بيكس هي خنازير جينيا اللي تستخدم في التجارب المختبرية. طبعا يعتبر من اهم الفيروس فاكتورز ذات الاكتيفيشنو اميون ريسبونس يعتبر من اهم العوامل الضراوه اللي تؤدي الى شنو تسبب الالكتيفز او استجابه الجهاز المناعي. الفيروس فاكتورز الثانيه ومن الانتيجين فاكتورز هي النوراميدينيز. النوراميدينيز فيروس فاكتورز هاي ذا انزايم اكتيفيتي لها قابليه على الانزايم اكتيفيتي to prevent the clumping and facilitate the release of virus from the infected cells. هذا النوع من الانزيم بميكانيزم يكون صعبة يقوم بعملية release خلال دورة حياة الفيروس release of the virus from the infected cells ويمكن من إصابة خلية ثانية وبالتالي يساعد في الصراع في عملية تضاعف أو انتقال الفيروس من خلية إلى خلية أخرى ضمن النسيج. تايب سبيسيفيك بروتين ذا بروتين ماتريكس بروتين من اسمه ماتريكس يعني القالب المسؤول عن تكوين القالب الخاص بالفيروس اللي قلنا عليه يكون هيليكال انتاكت ذا نيوكليوكابسيد ان انفلوب ا نيو فيروس بروتيني ان ذا هوست بروموت اسامبلي اوف ذا فيروس. الممبرين بروتين اول واحد هو شنو الماتريكس الممبرين بروتين ان 2 فورمز ذا ممبرين شانل ديورينج ذا فيروس بينتريشن facilitates uncoating and HA production ويساعد بتطوير بعملية uncoating وال HA production. والنيوكليوكابسيد بروتين اللي هو ضمن البروتينات التراكيب التركيبية للفيروس الانفلونزا. سؤال جدا مهم why is influenza difficult to control even where there is a vaccination available؟ جاوبتكم عليه بداية المحاضرة. This is due to antigenic change occurs in the viral antigen property واللي تضمن كلش انتيجينيك تشين جدا مهمه. الانتيجينيك تشين جدا مهمه في بالنسبه للانفلونزا فيروس اللي هي اول شيء الانتيجينيك دريفت والانتيجينيك شيفت. الدريفت شنو؟ ماينور تشينج. ماينور تشينج هي انتيجينيك دريفت اللي هي ميوتيشن ار بيرفورمد ان ذا اتي اند ان اي جين اكر افري 2 تو 3 ييرز. اذا اول شيء يصحوا له الانتيجينيك دريفت اللي هي عباره عن ماينور تشينج تحدث تسبب طفرات وراثيه داخل الفيروس بال HA وال NA genes تحدث كل سنتين الى ثلاث سنين cause local outbreaks of the influenza A and B. بينما الانتيجينيك شيفت اللي هي شيفت يعني من اقول كلمه شيفت معناته دا اشفت راح اقول لك شفتت يعني غيرت major change in the antigenic properties of the virus result from the reassortment of genomes among different strains including animal strains associated with the pandemics worldwide while occurs only with the influenza A. الانتيجينيك شيفت هي المسؤولة عن تغيير الصفات العامة للفيروس وبالتالي ممكن حتى توسع الشنو توسع الهوست مالته وهو نتيجة تغيير او اعادة تركيب للمادة الوراثية للفيروس واللي تؤدي الى تغييرات كبيرة او حتى تغيير للهوست واللي يصيحوا للانتيجينيك انتيجينيك شيفت. اذا عرفنا شنو الفرق ما بين الانتيجينيك شيفت والانتيجينيك دريفت كلش مهمه في الفلاونزا فيروس. وهنا يخلص الجزء الاول من المحاضره وان شاء الله راح نكمل ويا الجزء الثاني. السلام عليكم طلابنا، نرجع للجزء الثاني من محاضره الاوتو ميكسو فيريدي والبارامكسو فيريدي. بعد ما اخذنا الانتيجينيك تشينج اللي تحدث به الانفلونزا فيروس واللي شرحناها عباره عن انتيجينيك دريفت والانتيجينيك شيفت نجي على سبريدنج اوف ذا فيروس. مثل ما نعرف وكنا
يعني اكيد صار بينا انه انتقال هذا الفيروس عن طريق الانهيليشن اوف ايروزول دروبليتس اللي هي اكسبليتد ديورينج ذا توكينج بريثينج اند كوفينج. يعني الشخص المصاب بالانفلونزا خلال من يقوح او من يحكي او من يعطس كلها راح الايروزولز اللي تطلع دائما هي تسبب العدوى للشخص المقابله خلال الكلوز كونتاكت. الفيروس مثل ما نشوف انه اغلب انواع الانفلونزا فيروس يصيب الانسان خلال فتره الشتاء، ولهذا يفضل لان الفيروس يفضل الاجواء البارده ودرجه الرطوبه الواطئه. طبعا الفيروس ينتشر بصوره جدا عاليه بين الاطفال بالمدارس، دائما تشوفون الاطفال يعني الطفل الانفلونزا ينقل من طفل الى طفل ثاني والطفل ينقله الى البيت وتنتشر العدوى. فدائما احنا الانفلونزا الموسميه الموجوده دائما تصيب اكبر عدد من البوبيليشن من الكونتري، وبعض الاحيان يعني يصير اوت بريك مثل ما صار عندنا بالكورونا فيروس، رغم ان الكورونا فيروس هو غير تابع للانفلونزا فيروس، بس الانتشار لانه مثل ما قلنا امراض الجهاز التنفسي انتشارها جدا واسع نتيجه المود اوف ترانسميشن. الباثوجينيسيس few of respiratory tract cells are mostly affected. أول شيء respiratory tract راح تصاب بعض الخلايا من عدة، بعدين الفيروس راح ينتشر إلى الخلايا المجاورة ضمن النسيج وتبدأ عملية تضاعف الفيروس. وراها النورامينيسيس قلنا يساعد على release of virus from the cell to cell، راح يساعد الفيروس على إصابة أكبر عدد من الخلايا ضمن النسيج وبتدمير شنو او تقليل الماده المخاطيه الموجوده ضمن شنو ضمن الريسبيراتوري تراك. خلال فتره جدا قصيره الفيروس راح ينقل ويصيب اكبر عدد من الخلايا الطلائيه المبطنه او الحويصلات المبطنه في عفوا الخلايا الطلائيه المبطنه للابر ريسبيراتوري تراك. فنحن نعرف اكو ابر ريسبيراتوري تراك واللور ريسبيراتوري تراك، هو راح يصيب الابر ريسبيراتوري تراك. طبعا مثل ما نعرف احنا الانفلونزا المده مالتها ما بين 24 ساعه الى يومين تظل الاعراض مالتها، بعدين وراها تبدي تختفي سيلف تريتمنت. يسبب سيلولار ديستركشن اند ديسكومينيشن اوف سوبرفيشال مايكوزال اوف ريسبيراتوري تراكت، راح يسبب دمج وخلل للخلايا الابيثيال سيلز. وسرعه العلاج سرعه الهيلينج فروم ذا الانفلونزا نتيجة لسرعة الهيلينج اوف ذا ابيثيال سيلز مقارنة ببقية خلايا جسم الانسان، فلهذا تكون مدة المرض خلال يومين الى ثلاث ايام. ممكن الاعراض بالنسبة لبعض الاشخاص راح تتطور الى سكند انفكشن يسمحوا لك كو انفكشن عن طريق البكتيريا اللي موجودة اللي هي ممكن تستفاد من stimulation of immune response راح يصير inflammation عالي، راح تتمكن هاي الانواع من البكتيريا انه يسوي الاصابه الثانيه secondary infections او secondary bacterial infections. clinical signs نعرفها كلنا chills headaches dry cough followed by the high fever general muscular aches malaise anorexia. الشخص المصاب بالانفلونزا معروفه اعراضه، عنده وجع بالراس، عنده ارتفاع درجه حراره، عنده شنو؟ عنده قحة ناشفة، عنده آلام بالعضلات جسمه كله، يصيحوا له فلونزا العظام وهي ماكو فلونزا العظام زين، توعك وعنده فقدان الشهية. تظل لمدة 3 إلى 4 أيام. ممكن القحة تظل مستمرة إلى أسبوع إلى 3 أسابيع مثل ما قلنا نتيجة الإصابات البكتيريال انفكشن. المضاعفات اللي ممكن تصير هي النيمونيا، السيريس كومبليكيشن، قلنا البكتيريا تصير بسبب النيمونيا، فراح يختفي تاثير الفيروس بعد يومين ثلاثه، بس والاصابات البكتيريا تسبب النيمونيا اللي شخص تلقوه انه رغم اصابته بالانفلونزا والشفاء من الانفلونزا يظل يقوح لفترات طويله لمده اسبوع او اسبوعين او 3 أسابيع الى ما ياخذ انتي بايوتيك معين او هي القحه تروح او تظل ملازمه له. بالنسبه للمراه الحامل high risk factors for lethal complications in some epidemics. Yes. لأنه مثل ما نعرف المرأة الحامل ما تقدر تأخذ أي نوع من الأنتيبايتس.
فممكن اذا صار عليه سكندري انفكشنز وما قدرت تتعالج بالانفلونزا اللي بيها، يعني مو تاخذ انتبايتك بالانفلونزا بس ما تقدر تاخذ انتبايتك للسكندري انفكشنز، ممكن يصير عدد من الكومبليكيشنز. ليثال نيمونيا، تطور اعراض النيمونيا نتيجه البكتيريا انفكشنز ممكن يؤدي الى شنو؟ يؤدي الى ليثال، وممكن يؤدي الى موت الشخص نتيجه شنو؟ التعقيدات بالنيمونيا، واللي هي اساسا تصير بالكورونا فيروس. اغلب الاشخاص اللي بيموتون هي نتيجه الكونفكشن والدستركشن اوف ذا لانج، يعني الفيروس بيدمر الخلايا بيساعد على الكونفكشن اللي هي تصير النيمونيا. والستاف اورياس كونفكشن واصابات الكونفكشن عن طريق الستاف اورياس اللي هي موجوده از نورمال فلورا بالجسم. الرايس سيندروم نوع من الامراض، انسيفالوباثي اوف تشيلدرن اند ادوليسنز، اصابه المخ يصيحوا لها الرايس سيندروم، اللي هي حالات معقده جدا دائما تصير بالاشخاص اللي هم يكونوا عند مناعتهم قليله، او الاشخاص المعرضين اللي يكونون اشخاص اللي هم نيو كومبرومايز، والمورتاليتي ريت مالتها هي ما بين 10 الى 40%. مثل ما نعرف أكثر أشخاص معرضين هم الألدري، الأشخاص الكبار السن، والأشخاص الميز كومبرومايز بيبول، ودائما الأشخاص المدخنين يكون أكثر عرضة للإنفلونزا، والأشخاص المصابين بأمراض القلب. هاي ريسك جروب و هاي ريسك جروب اللي هو الالدري قلنا والايمون كومبرومايز والبيبول وذ اندرلاين كارديك اور ريسبيراتوري انفكشن. The best way to control the virus is through شنو؟ immunization. كل فاكسين of presenting the strains of the year. نحن كلش مهمة ننتبه على شنو؟ ننتبه على الفاكسين يكون سنوي فقط وليس مدى الحياة. Killed formalin inactivated the whole virus vaccines while vaccination routine recommended for the elderly and people with a chronic pulmonary or heart disease. من كل الأشخاص اللي يكونون إصابتهم بالفيروس راح تأثر عليهم بسبب الكومبليكيشن. Laboratory diagnosis مثل ما قلنا عن طريق الإلايزا والإيدنتيفيكيشن of the virus اللي هو عزل الفيروس عن طريق الإمبريو إيج، ونرجع نسوي له شنو؟ propagation يعني من الفيروس في الإمبريو إيج. البارامكسو فيروس راح اسالكم اياها فيديو ثالث على مود تكون اسهل عليكم بالشرح والاستماع. شكرا لحسن استماعكم. نجي ان شاء الله للجزء الاخير من المحاضره الثالثه اللي هي تشرح عن البارامكسو فيردي والاورثومكسو فيردي. قبل الاورثومكسو فيردي هي عباره عن انفلونزا فيروس، هذا كله نتيجه للتشيز مالتها، شنو الباثوجينيسيتي مالتها، وشنو السبريدنج اوف ذا فيروس. نجي على البارامكسو فيردي، يونيك فيتشر البارامكسو فيردي نفس المواصفات. اول شيء اكبر من الاورثومكسو فيردي، نيجاتيف سيلز ار ان اي، تحتوي على الاتش اي الاتش هيماجلوتينين نوراميدينيز، ويحتوي على الاتش انتيجين اللي هو فيوجن بروتين اف، ريبليكيت في السيتوبلازم. ومثل ما نعرف انه ما دام هي تكون انفلوب فبالتالي راح تكون فيوجن وذ ميمبرين سيلز. من الفيروسات المعروفة اللي تصيب الإنسان هي الميزلز، اللي هي نوع الفيروس الميزلز اللي يسبب الحقبة. Inhalations of large droplets of aerosols ينتقل عن طريق شنو؟ عن طريق large droplets inhalations. Disease mechanisms infect the epithelium of respiratory tract راح يصيب الخلايا الطلعية المواطنة للجهاز التنفسي. Suppress systematically to lymphomas and viremia راح ينتشر خلال الجهاز اللمفاوي وخلال الدم. Replicate in the cells of conjunctive respiratory tract, lymph system, blood vessels, and central nervous system. راح يضعف كل هاي الأجزاء الجسم. مثال الحصبة راح تبين عليه شنو؟ الرأس أو الأريثريميا، تبين على الشخص المصاب بالميزوز. طبعا الرأس هو نتيجة التفاعل أو استجابة الجهاز المناعي عن طريق خلايا T cells اللي يهاجم على الخلايا الطلعية المصابة بفيروس الميزوز. هاي الميكانيزمز هي للاطلاع، incubations of the respiratory، بعدين local replication of respiratory،
بعدين وراها ينتقل الى الليمفاتيك سبريد، بعدين الفايريميا، بعدين من الفايريميا وايد ديسمينيشن حيسوي كونجستيفت الريسبيراتوري تراك اليورينال تراك سمول بلاد فيزلز الليمف سيستم والسنترال نيرفس سيستم. بعدين الخلايا تي سيلز راح تبدا تهاجم الخلايا الطلائيه المصابه بالميزوز فايروس، راح يصير عندنا الراك اللي هو الطفح الجلدي، والريكفري راح يصير اللي هو نكتسب من عنده لايف لونج اميونيتي ليش، لان هذا الفيروس ما يصير ليجن انتيجينيتيك تشينج او ما يصير اي ريأسورتمنت للجينز مالته الجينوم مالته، بالتالي راح يبقى الجهاز المناعي يتعرف عليه اول ما يدخل الى الجسم، وبالتالي يقتله قبل ما يسبب اي اصابه، وبالتالي ناخذ على اللايف لونج اميونيتي. ممكن يتضاعف الى البوست انفكشن، ممكن يصير تعقيدات خلال الاصابه بالميزلز. انكوبيشن بيريود من 7 الى 13 يوم للشخص المصاب بالحصوه. السيمبتومز اوف ميزلز درجه حراره يكون عاليه. كومبلكس بوست افتر 2 دايز اوف ايلنس 24 to 48 hours. ابيرنس اوف اكزينثيميا اللي هو الطفح الجلدي خلال 12 الى 24 ساعه من الاصابه. ظهور الكوبليكس، الكوبليكس سبوت راح تبدا تطلع سبوتات بسيطه بعدين وراها تنتشر بكل جسم الشخص المصاب اللي تظهر بعد 12 الى 24 ساعه من ظهور الكوبليكس سبوت. الراس اندرجو براوني ديسكومينيشن تقشر راح يصير بهذه المناطق الطفح الجلدي راح يصير بتقشر للجلد. شلون نحمي نفسنا من الحصبة عن طريق اخذ اللايف اتنيتد فاكسين لقاح موجود مع الميزوز ولقاح الام ام ار اللي هو الميزوز نمبروبيلا فاكسين لطول الاطفال اول ما الاطفال حديثي الولاده. الفيروس الثاني هو المامز فيروس، هذا اللي يصيب العقد اللمفاويه واللي يسموه النكاب. With both hemagglutinin and neuraminidase activities يحتوي على الفيوجين بروتين والهيمولايتيك بروتين. Only one serotype neutralizing antibody directs against the hemagglutinin. Humans are the natural host. Transmitted through the respiratory droplets. هم ينتقل عن طريق شنو الشخص النكاف، الشخص المصاب بالنكاف اللي هو يصير تضخم بالعقد اللمفاوية اسبل الفيكس. اي شخص يلامس الدروبلت عن طريق سكريشنز اوف ذا انفكتد سيستم، يعني ممكن اللعاب، العطاس، هاي كلها ممكن ينقل الفيروس الى الشخص ويصيب بالمامس. مشكله المامس انه هو نوع من الامراض اللي هو سيلف تريتمنت، بس المشكله بالكومبليكيشنز مالته دائما الكومبليكيشن يخافون من عندها، لان يسبب اول شيء الاورتكسين اللي هي عباره عن التهاب الاعضاء التناسليه الذكريه اللي هو سبب العقم للرجال، او ممكن يسبب المينينجايتس اللي هي اصابات الجهاز العصبي المركزي. البريفنشن عن طريق اخذ اللقاح اللي هو الام ام ار ميزوز مامز روبيلا فاكسين اللي هو يعطوه للاطفال اللي عمرهم 15 مانث اوف ذا ايج. شكرا طلابنا، وخصوصا المحاضره الثالثه اللي هي الاورثوميكسوفيردي والبارامكسوفيردي. الاورثوميكسوفيردي اللي هي انفلونزا فيروس، والبارامكسوفيردي اللي هي عباره عن الميزوز والمام فيروس. وين تكون ان شاء الله محاضره خفيفه، واتمنى لكم السلامه العامه ان شاء الله يا ربي، ونخلص من هاي الحظر والازمه اللي احنا بيها. تحياتي لكم.